خلينا نروح حق سؤال أربعة. سؤال أربعة شنو يقولي؟ يقولي sort the two dimension array course mark according to the average of each student. Store the sort array in result.txt in same format ID and the assignment data separately by space. اوكي يبغيهم بالسبيس. تمام عادي ان نقدر بيكون ان يبغيهم شلون اي دي وافريج بس بدون اعتقد كلام زياده وكذي. فخلنا نشوف علشان نسوي سورت حق 2 دايمنشن. خلينا نفهم اول شيء الفكره الاساسيه ورا السورت. والسورت خلينا نبتدي فيها بال1 دايمنشن بعدين بنروح نسويها بال2 دايمنشن. هاي السورت فكرة السورت حق 1 دايمنشن. خلينا نقرا الكود ونفهمه نحاول نفهم شنو قاعد يصير. على فكرة نقدر نسويها اوتوماتيك بالسورت بالاريز دوت سورت ولكن ما بتنفعنا لان شنو احنا نحتاج نسوي له السورت على اساس الافرج مو على اساس القيم. فنروح حق هالسلايد ونحاول نفهم شنو الفكرة. الفكرة كما نشوف هنا ان نقسم ثلاثة اقسام. هاللوب مجرد شغلته شنو يمر على الارقام. هاللوب يطلع لي اصغر قيمة وهاللوب يسوي لي انترتشينج اللي هو التبديل. تمام. فاحنا نحتاج خطوتين رئيسيتين. اول شيء نطلع اصغر قيمة بعدين نسوي له انترتشينج. تمام. فعلشان نطلع اصغر قيمة ونسوي له انترتشينج زين فبنستخدم لوب اكيد. يعني هاللوب اللي فوق هاي ضروري لان بنروح على كل الارقام. هني شغلته بس يطلع لي اصغر شيء وهني يسوي لي السوابينج كل هاي. تمام. هاي نسبح حق 1 دايمنشن اري. خلينا نشوف الحين خلينا نسوي حق 1 دايمنشن اري بعدين بنسوي حق 2 دايمنشن اري عشان نفهم الفكرة ونشوف الفرق. والفرق بيكون كلش بسيط. اكيد اقدر اسوي سواب اقدر اسوي سورت بس حق الافرج اللي سويناه في الاري ولكن لان هني طلب لي يعني بالاسم سورت كورس ماركس اكوردنج تو ذا افرج زين فبنحتاج نغير ذلك ولكن مو مشكلة نقدر نسويها يعني زين. مثل ما قلنا بنحتاج شنو لوب عام شغلته شو يسوي لي يفتر على القيم. خلنا بعدين نحط هني فبنسوي sort. اول شي بنحط for فطبعا بنمشي على شنو على عدد الطلاب فبيكون شنو count. بنفتح هنا بريسي بنقول له for i. تمام عشان نكون مرتبين وخلى بعد حتى الكلوزنج نبعدها خليه هنا كلوز فسوينا اول لوب. تمام. هاللوب اللي بيمشي عليه كل الارقام فبنحتاج لوب اسرع منه. تمام. مجرد يقارن لان شنو صاير خلنا نشوف خلنا نحاول نتخيل الفكرة. خلنا نقول ان انا ابي اسوي سورت حق هاي. تمام. شنو بيصير انا ببتدي من هال اندكس. تمام. اي اذن مفترض شنو يصير هال اندكس اللي هني اقارنهم في كل شيء موجود هني.
تمام. هل 70 هي أصغر وحدة في إندكس 0؟ إذن بقارنها، طلعت لا 60 أصغر، فشنو بحوله وحطه هني تمام. وهاي وين أودي؟ أودي مكانه هني، هاي الفكرة. إذن الحين هني صار 60، ببتدي وين؟ ببتدي من هالإندكس، ما لي شغل في 0 الحين، 0 أوكي، أنا ليش طلعت أصغر وحدة فيهم كلهم، فزيرو أكيد 100% هي أصغر شيء، فما لي شغل فيها، فأبتدي من واحد، بكمل طريقي من هنا، فبشيك بالثمانية، هل هي أصغر وحدة من ذلين الباقي؟ فسبعين نقلت لأنها صارت هنا، فلا، فباخذ 70، بوديها وين؟ بوديها هنا، وبجيب 80 كذي، وكل ماله بهالطريقة، فعلشان اقدر ارد اتشيك، يعني شوفوا هاي الرقم، هاي الاندكس 0، هاي بيكون في لوب اي. زين، علشان اقدر اقارن بكل الارقام اللي موجوده احتاج لوب اسرع، فاللوب اللي داخل بيكون اسرع، بيروح على كل الارقام قبل ما هاي يخلص، يعني الاي تو في 0، لوب جي اوريدي راح، يعني بيروح حق 1 2 3 4 5، واللوب اي للحين في 0. تمام، خلينا نشوف هالشيء. هني بيقول لك جي انتجر، هذا يكون اصغر من كاونت، وهني بنفتح لوب، بعد خلينا نقول فور الافضل هني ما نحطه من 0، لان مثل ما قلنا شلون، مثل ما قلنا اذا هاي ترتب ما يحتاج نعيد من البدايه. تمام، فبنخليه شنو يساوي الاي في اول مره 0، بعدين بروح حق الثاني والثالث وكذا. يعني هني شنو بيكون عندي؟ بيكون عندي اف المقارنه. تمام، فهالمقارنه شنو احتاج؟ بحتاج array average، وأحسن طريقة array average، أو أجمع كل ال variable اللي في الهاي حصهم هني، وصوب الثاني بعد أحطه هناك، يعني أحسها شغلة. مدام عندنا array زين بيكون وايد أسهل، نقول له average. تمام، هني بيكون شنو؟ بنعتمد على ال j لأنه سريع. تمام، وهني بعد average، لان احنا نبي نطلع المينيمم. تمام، الاصغر، فلازم نعرف variable يكون الاصغر، بنعرف مينيمم. تمام، نقدر نعرفه برا اللوب او داخل اللوب ما بيفرق، لانه already كل ما يدخل، كل مرة يدخل بياخذ قيمة جديدة، القيمة الجديدة اللي بياخذها بتكون قيمة شنو؟ قيمة i. ليش؟ خلينا نشوف. اذا المينيموم بدش، تمام، المينيموم كل مرة بدش، زين ما اقدر اخليه على هالقيمة. شوفوا هني هاي اصغر واحد بيصير، يعني هو بيكون 60 هني، تمام، فهو بيكون اصغر قيمة، فاذا خليته يعني دايما ثابت على 0، فما بيشيك لي اصغر واحد، فمفترض شنو اسوي؟ احطه ويا قيمة الاي، كل ما يدخل اللوب قيمة يكون نفس قيمة الاي اللي هو هالقيمة الجديدة اللي هني، في حال انه طلع اصغر منه يتغير. تمام، ولان احنا بنتعامل ويا الاندكسات، فشلون بيكون؟ بنخلي هني انتجر من equal i، لان مثل ما قلنا ما نبي يثبت على 0، لانه دايما بيكون هو الاصغر وبيسوي لنا خربطة. هني بنقول له من، تمام، اللي هو المينيموم. هني خب بنحط الكومنت مال الاف، خلينا نقول هني من عشان بس نعرف الهاي.
نخب equal equal أو سوري إحنا نحتاج الأصغر فما بيكون equal، بيكون في حال إن ال j أصغر بيشتغل اللوب. تمام، شنو بيصير في التشغيلة؟ بيصير شغلتين وايد ضرورتين، اللي هم المينيموم بيتغير قيمته إلى j، من غير المن ممكن نحتاج نغير الجي بعد نفس الشيء إذا حصل إنه يرجع من البداية، بنشيك إذا احتاجنا بنغيره. هني بننتظر ليه ما يعطيني شنو أصغر قيمة، فالسوابينج ما أقدر أسوي في هالمرحلة، أحتاج أعرف أول شيء أصغر قيمة اللي هو بيعطيني هالإف، علشان بس الفكرة توضح. هني خلينا نقول get average، تمام، هني بيعطيني اصغر قيمة، فعلشان اسوي لي swap احتاج وين اسوي؟ في loop ال i، لان ليش؟ خلاص في هالمرحلة بيعطيني اصغر قيمة، زين، فلازم انتظر هالمرحلة كلها تخلص يمر على كل الارقام عشان انا اقدر هني اسوي له swapping. فالسوابينج بنبتدي بشنو اول شيء؟ بنبتدي بالاي دي ستودنت. شلون بيكون؟ بنقول له لونج، بنسميه تمب اي دي، تمب اي دي، بعدين بنقول له ستودنت. احنا في اي مرحلة الحين؟ مرحلة الاي، زين، فنبي نغيره ويا مرحلة شنو؟ مرحلة المينيمم، تمام، او المنت. شوفوا الشيء اللي شوفوا هني temp student i، الشيء اللي خليته يعني خليت قيمته في الشيء اللي قبله اخذ عقب، يعني الحين انا خلصت من هاي سيفت قيمته في temp، صح، فاسوي له كوبي واخليه هني، وهني اقول له equal هني من، لانه خلاص قيمته بخليها في الهاي، بعدين شنو؟ لاني خلاص من المنت هني بخليه الحين قيمته قيمة شنو بتصير؟ temp sorry temp id، بصير قيمته قيمة temp id. تمام، خلاص من اول شيء، نقلت الستودنت، تمام، غيرت ال id ماله، الحين بقى اغير id شنو؟ شوفوا هني انا قاعد اتشيك بالافرج اري، فمفترض حتى الافرج يصير له تعديل، تمام، لانه ما اقدر اتشيك بشيء ما قاعد يعتدل بروحه، اوكي، فاذا نسيته بيخربط لي الارقام، اوكي. هني بنسوي لنا variable ثاني بيكون double، لان الافرج نوعيته double، بنسميه temp average، يساوي شنو؟ average i، خلص من ال i، اي بهني، يساوي من، هتشوفوا بالاندكس الامور كلها صارت سهلة، يعني لو كنت بحط variable وهاي كان شغلة، يعني تعال غير هاي، شوفوا يعني بالاندكس واحد، اندكس واحد بس اقدر اغير ثلاثة اريات اماكنهم بكل سهولة.
عشان ترى تمون تحت الهاي تقدرون تضغطون سبيس او تاب، ساعات تاب ما يضبط في سبيس يدرسوا لكم هالشي. زين واخر شيء temp average. الحين بقى شنو؟ نغير ال 2 dimension array اماكنه، انه شنو شنو بيصير بالضبط؟ مثلا هل student ال average ماله قليل، فابي وين اوديه؟ ابي اوديه خلينا نقول ثاني واحد مثلا، والثاني اي بفوق. زين هالثاني هاي يوم بوديه هني، اذا مو كل هالارقام لازم اسوي لهم انزلهم تحت، تمام؟ فكل الارقام احتاج انزلهم صح، فهاي بسوي باستخدام الاري، لان ليش ست مرات، فما احتاج انا اسوي هالشغله ست مرات وايد ممله، او يمكن مو ست مرات 12 مره، لان ستة اوديهم ستة ارجعهم فوايد يعني. فشنو بسوي؟ بستخدم لوب. زين هاي اللوب صاير بعد في الاي، مو صاير في الجي، الجي خلصنا منه، هاللوب صار بروحه بس يسوي لي سوابينج حق ال 2 دايمنشن. اوكي فهني، يعني حتى لو اسميه، يعني شوف هني لو اسميه بعد جي ما في مشكله، لان شنو هاي برع صاير، شوفوا عادي ما قال لي شيء، ولكن يمكن يخربطكم كذي، فانا بحط لوب ثاني بسميه كي بس عشان اشيل الخربطه عنكم. اصغر من كم؟ من السايز مالت الاري الكولوم، هني كم؟ زيرو، حطوا زيرو، وهني دوت لينث، تمام؟ هني بيكون كي بلس بلس. فبنسوي لنا قيمة دبل نسميها temp تساوي شنو؟ course mark. هو المشكلة في وين؟ في ال i، يعني شوفوا هال i كامل لازم يتغير، كامل لازم ينشال ال i يروح حق المكان المنت، تمام؟ فش من كذي احنا اساسنا على هاي، ولكن لان بنكرر عملية ست مرات فاحتاجنا k، لان هني ال i خلينا نقول i zero i 0 0 يعني هني بيكون 0 0 0 1 0 2 0 3 وكذي، فمن كذي احتاجنا حق هالمكان. زين فهني لان خلصنا من ال i k، فشنو بنقول له؟ نقول له يساوي شنو بيتغير هني؟ ما بيتغير ال k، ال k بيكون ثابت يعني ككود ككتابة ما بنغير كي لأنه هو الأرقام، ولكن هني بيتغير المن بالضبط نفس ال one dimension. شوفوا هني ما فرق شيء، ولكن فرق إن زدت عليه كي، تمام؟ وهني بعد نفس الشيء أخلي هني منت equal شنو temp. أنا كذي سويت ال swapping، الحين باقي علي ال checking. سؤال، هل اقدر اطبع في هاللوب ولا احتاج لوب ثاني حق الطباعه؟ مثل ما قلنا، لان هاي بيكون سطر سطر في سطر، يعني اذا خلص من هاي السطر براز عندي اقدر اطبع السطر، فمعناته ان بقدر استخدم نفس اللوب ما احتاج لوب ثاني. فشنو بسوي؟ باخذ كوبي كود مال الطباعه اللي خذيته في الوايل اللي هو هاي، تمام؟ بس بغير الكاونت الى اي، وبخليه هني. شوفوا هني الكاونت، هاي الكاونت ما بحتاجه لانه ما قاعد يتغير، فهني شنو بخليه له؟ بخليه له اي. انا خليته وين؟ خليته عقب ما ضبط، تمام؟ خلنا الحين نشغل البرنامج نشوف هل هو شغال او لا. مثل ما تشوفون ضبط لي الارقام، قبل معفس طالع لي، اما الحين مضبوط من اقل الى من اقل الى اكثر، تمام؟ تبون
تبون تعكسون تعكسون الاف اللي فوق وانتهى الموضوع تمام. ولكن في شغلة بعد زود ان قيمة ال ايه اذا تبون تعكسون تعكسون الاف فبيصير بالمقلوب فصار بالمعكوس تمام، بس مجرد نغير اف. إذن احنا عندنا ديتا قليلة فاحتمال ان الاخطاء ما نقدر نعرفها، فالافضل شنو نغير الديتا مالتنا، نروح حق ديتا اكثر انه يكون في 30 وانا سميته تحت اسم student تمام، ونشيك اذا ضبط ويانا كل شيء اوكي بعدين بنطبع في الفايل. واعتقد خلصنا السؤال، خلينا نشوف. لا تمام انضبط بالضبط. تمام اعطاني الماكسيمم من بين هالثلاثين واني كان خربط، ضبط لي اعطاني الافرج يعني اوكي، يعني الحال ضبط وياي. باقي الحين احطه في الفايل، نقول output file dot copy. الحين اوكي هني طالع في الريزولت بعد نفس الشيء اوكي، اعطاني مرتب وكل شيء اوكي. خلينا نشوف في شيء في السؤال، لا خلاص. كان يبغي ايه، يبغي الارنجمنت مثل ما نشوف، الفورمات يبغي اي دي وسبيس وبعدين ايه يكون سيبريت باي سبيس. شلون نقدر نسوي؟ خلينا نشوف. نشكل هاي لان هو ما يبي حكي ولا هاي، ونشيل هاي. شوفوني بنخلي بيني بس سبيس واحد، ونشغل البرنامج. شوفوا صار بالضبط سبيس، بس سبيس واحد وهاي تمام. نفس الطريقة هني بنخليه شغله سبيس ونطالع الريزولت، اعطاني نفس الفورمات اللي ابغي تمام. اعتقد كذي احنا حلينا الكود، ان شاء الله قدرت اوصل لكم الفكرة. اذا واحد فضولي نفسي بيعرف ليش نسميه كي واي وجي، هاي كان سؤال وايد حيرني. السبب ليش؟ لان هاي يعتبر فيكتورز. اذا نكتب فيكتور 3 دايمنشن في جوجل شنو بنشوف؟ بنشوف واي كي زد تمام، ونفس الوقت نشوف شنو اي وجي وكي اللي هو الـ يعني 3 دايمنشنال تمام. ممكن يكون اكس واي زد، ممكن يكون اي جي كي. اللي يعرف الدايمنشن الرابع شنو يكون رمزه والرموز شنو معناتها بس يكتب لنا في الكومنت تمام.